بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المحاضرة الثالثة في مادة الكريتيكال ثينكينج، التفكير الناقد. طبعا تكلمنا في الأسابيع الماضية عن مفهوم الكريتيكال ثينكينج وأهمية الكريتيكال ثينكينج، التفكير الناقد، وكيف ممكن نستخدمه. تكلمنا أيضا عن كيف ممكن نستخدمه في حياتنا اليومية سواء في العمل أو خارج العمل. تكلمنا عن أنواع الأرجومنت واللي هي الاستنتاجية والاستقرائية، وقلنا أن الفرق الرئيسي بين الاستنتاجية اللي هي أنها مبنية على شيء قوي، بلا شك أنه الأسباب اللي نضعها، المسببات اللي نضعها مرتبطة ولها علاقة مباشرة في النتيجة، في الكونكلوجن، يعني بريمس له علاقة مباشرة في الكونكلوجن ويكون قوي. بينما الطريقة الاستقرائية الاندكتيف، الطريقة الاستقرائية طريقة غالبا الأدلة ليست يعني قوية بدرجة أننا نستطيع استنتاج النتيجة منها، لكنها قد تؤدي إلى النتيجة، وعشان كذا نستخدم فيها لغة يعني فيها نوع من الاحتمالية، نقول likely probably، قد تؤدي، يعني ما نجزم فيها، ما نستخدم فيها لغة قوية يعني جازمة في هذا المجال. محاضرتنا اليوم عن language واستخدام اللغة، كيف نستخدم اللغة في التواصل مع الآخرين، سواء كانت اللغة هذه منطوقة أو مكتوبة. طبعا أيضا مرجعنا اللي هو الكتاب الرئيسي للمادة اللي الكريتيكال ثينكينج، بشام وآخرون. أتمنى إن شاء الله أن تكون محاضرة مفيدة وتضيف لكم الشيء الكثير بأمر الله. طبعا نتكلم اليوم إن شاء الله في الليكتشر هذا عن finding the right words، إن نبحث عن الكلمات الأفضل أو الصحيحة. نتكلم أيضا عن أهمية البريسايس ديفينيشن، التعريف الدقيق. بنتكلم عن انواع التعريف، بنتكلم عن استراتيجيات التعريف، بنتكلم عن القواعد اللي ممكن نستخدمها عشان نكتب تعريف صحيح، وش هي هذه الاستراتيجيات. طبعا احنا بطبيعة الحال التفكير واللغة اللي نستخدمها دائما هي الشيء اللي يخلق هذا الحركة في هذا العالم، تمام؟ وبناء عليه حنا، إذا أنت يعني كنت تريد أن تفكر بطريقة ناقدة، بطريقة صحيحة، يجب عليك أنك يعني تعير الكثير من الانتباه للكلمات اللي أنت تستخدمها في حياتك اليومية، الكلمات اللي يستخدمونها الآخرين أيضا في التواصل معك، تمام؟ إذا أنت ما استطعت أنك تعطي اهتمام كبير لهذه الكلمات والمعاني، معناته سيكون هناك مشكلة في الاتصال. وغالبا حنا نقول أنه فشل أي اتصال بالآخرين أنت تتحمل المسؤولية، يعني لا تحمل فشلك في الاتصال بالآخرين على الآخرين. ليه؟ لأنك أنت المفروض أنك تحسن من فرصة الحصول على أفضل اتصال ممكن. طبعا كثير من الأحيان finding the right word، يعني إيجاد الكلمة الصحيحة، بعض الأحيان في حياتنا اليومية حنا نستخدم يعني خلني أقول نستخدم كلمات ربما تكون غير دقيقة بشكل مباشر، تمام؟ والاستخدام الغير الدقيق هذا قد يولد فهم خاطئ عند مستقبل الرسالة، وبالتالي النتيجة اللي بيتم الحكم عليها نتيجة غير صحيحة. ليه؟ لأن المعلومة اللي وصلته بشكل غير صحيح أو مشوهة أو غير كاملة، تمام؟ أعطيكم مثال، يعني واحد يقول صديقه my brother is a painter، أخويا دهان، تمام؟
دهان هذا ممكن يكون دهان بيوت، ممكن يكون دهان حق يعني سيارات، ممكن يكون يعني بينتر، هذا في الانجليزي يستخدمونه حتى اللي يرسم اللوحات، تمام؟ فالمعنى، اختلاف المعنى له تأثير على النتيجة النهائية. يعني مثلا ماي براذر ذا بينتر، هذا ممكن انه رسام، لانه باللغة الانجليزية بينتر يعني اللي يرسم على الرسام، ممكن يكون دهان يستخدم في البيوت. وفي فرق بين الاثنين، في فرق كبير جدا يعني في النتيجة النهائية اللي بتجي نتيجة لهذا الشيء، تمام؟ إذا مهم جدا، مهم جدا انك تعرف الكلمات اللي يجب انك تستخدمها للناس، وايضا الكلمات اللي تجيك مهم جدا انك تحاول ان تكون كلمات فعلا صحيحه. من خلال ايش؟ من خلال استفسارك عن المعاني او الكلمات اللي يقصدونها الناس اللي انت تتعامل معهم. حقيقه عندنا في ثلاث، يعني اللغه اللي احنا نستخدمها في ثلاث خصائص مهمه جدا في الكلمات، تؤدي بشكل مباشر الى عدم يعني وصولنا الى نتيجه جيده في المحادثه، تؤدي الى انه الكلمات هذه تكون غير جيده اللي تستخدمها. ثلاث خصائص اذا انت حاولت انك تقلل منها او تلغيها اثناء حديثك مع الناس او اثناء كتابتك او اثناء تواصلك مع الاخرين، اذا انت ان شاء الله تستطيع انك تتواصل بشكل فعال وشكل صحيح. خلونا نقول طبعا الثلاث كلمات هذه اللي هي يعني فيك واوفر جنرال وامبيجوس، تمام؟ فيك معناها يعني غامض، اوفر جنرال يعني واسعه شامله مره، وامبيجوس خلينا نقول انها معناها لها اكثر، فيها غموض ايضا، لكن خلينا نقول انها المقصود فيها انك ما تستخدم اكثر من او الكلمات اللي لها معنيين في نفس الوقت. بنتكلم عن الفيج اول شيء، الفيج الكلمه قلنا او الكلام اللي بتستخدمه فيج، ما هو واضح، تمام؟ غامض. طبعا الكلمه هذه معناته مجموع، اذا استخدمت كلمه وكانت الكلمه هذه ما هي واضحه، ما هي دقيقة، معناته هذه فيج. أعطيكم مثال، أعطانا المثال اللي عندنا في الكتاب إنه بيل جيتس از ريتش. طيب بيل جيت غني، تمام؟ طبعا ما أحد يشك إنه هذا يعني إنه الناس اللي في الضمان الاجتماعي والفير هذا أكيد إنه ما هم أغنياء. ليه؟ لأنه ما عندهم الفلوس ولا عندهم نفس ما يملك بيل جيتس. إذا احنا متفقين ذولا أصلا ما هم أغنياء. لكن في واحد طيب مثلا لاعب كورة دخله الشهري مثلا 400,000، أو جراح دخله الشهري مليون، أو دخله السنوي مليون، هل هذا نقول إنه ريتش إذا كان دخله السنوي مليون مثلا، أو هذا اللي يدخل 400,000 في السنة نقول انه ريتش غني؟ غني، لكن هل هو نقدر نقارنه بيل جيتس؟ طيب وش معنى الغنى هذا؟ إذا أنت لما تجي تقول تستخدم كلمة زي ريتش، مهم جدا، يعني هذا الكلام تكلمنا عنه في المحاضرة اللي فات. بعض الأحيان الكلمات تحتاج إلى أنك نضع فيها أشياء كمية عشان نستطيع أن نكون قادرين على استخدامها بشكل صحيح، تمام؟ طبعا زي ما قلنا انه الفيج ووردز هذه تنقسم الى ثلاثه اصناف، اللي هو الكلمه اللي ممكن تطبق على فعلا وتكون صحيحه، وانها ما تكون غير، وانها النوع الثاني تكون غير صحيحه، مثلا زي ريتش، زي بيل جيتس هذا ريتش، والنوع الثاني انه ما نستطيع تطبيق عليه، مثلا زي حقين الضمان الاجتماعي ما تنطبق عليهم الكلمه هذه ريتش. والشيء والنوع الثالث اللي هو ممكن ينطبق وممكن ما ينطبق، اللي هم مثلا الناس اللي رصيده 5 مليون 7 مليون
هذا ريتش ولا ما هو ريتش؟ طيب ريتش اصلا يقارن باللي مثلا رصيده 100 مليار، اذا هنا صار عندنا مشكله. وهنا اللبس في المرحله الثالثه، في الخطوه الثالثه والنوع الثالث. النوع الاول والثاني هذا متفقين عليه، ما عندنا مشكله. لما تقارن مثلا بيل جيتس بجيب بيسوس اللي هو حق امازون، هذول كلهم اغنياء صح، لكن تقارنهم بواحد مثلا رصيده 2 مليون او رصيده مليون، مليون هذا غني، لكن هل هو يقارن بالناس ذولا؟ اذا هنا الكلمه اللي استخدمتها ريتش كلمه غير، يعني فيها نوع من عدم الوضوح. طبعا الفيج لانجوج هذه مفيده، الفيج لانجوج هذه مفيده في عده امور، ونستخدمها في عده يعني استخدامات. بعض الاحيان الاستخدام الاول اللي هو لاك بريسايز انفورميشن، ما عندك بعض الاحيان معلومه دقيقه. زيكم مثلا تدخل الاختبار تقول والله انت ما تدري كم درجتك، لكن درجتك بتجي بعد اسبوع، لكن انت تتوقع انك سويت كويس، فانت ما تقول والله انا ما سويت كويس، انت تقول انا اتوقع اني سويت كويس. I think I did pretty well in the exam. تمام؟ خلاص هذا توقع منك. وهنا استخدام الكلمه هنا يعني استخدام صحيح. النوع الثاني والاستخدامات الثانيه هي في الشعر، تمام، وفي الادبيات في الادب، وهذا استخدام مهم جدا لانه يضفي على الكلام اللي بتقوله نوع من الجمال. تمام، انت يعني احنا نقول لا تستخدم الكلمات هذه وين؟ في الارجومنت، تمام، او في اعطاء معلومات في الارجومنت، تمام، اللي هو في النقاش في الجدال لما تحاول تبرر وجهه نظر معينه او تصل لنتيجه معينه، لا تستخدم الكلمات هذه. لكن لما تكتب شعر، لما تكتب ادب، قصه، روايه، هذا المكان مكان مناسب جدا لاستخدام مثل هذه الامور. ايضا في الدبلوماسيه او في السياسه بصفه عامه يستخدمون مثل هذا النوع من الكلمات. ليه؟ لانه والله انت تعميه، ما تبغى تبين الناس وش تبغى بالضبط او وش اللي عندك، فانت تعطيهم كلمات فضفاضه. يعني لانه لو وضعت لهم كلمات دقيقه بيعرفون شيء انت ما تبغى يعرفونه. في تستخدم ايضا في الدبلوماسيه بصفه عامه. ايضا لما نجي نستخدم لما نجي نسن قوانين عامه، غالبا نستخدم مثل هذا الكلام. ليه؟ لانه لما تدخل في التفاصيل، التفاصيل جدا صعب انك تستطيع انك تحطها، تمام، ما تستطيع انك تضع تفاصيل مثلا فريدوم اوف سبيتش، حريه التعبير، تمام، هذا تعبير عام زين، لكن نستطيع ان يعني لو وضعنا فيه تفاصيل دقيقه وجلست تتفصل فيه، ما استطعت انك تصل الى نقطتك بشكل مباشر. ممكن تضع له تفاصيل بعدين بلا شك، حتى يكون هذا المصطلح اللي انت استخدمته له مثلا في النظام له قانون واضح، ما يكون في تجاوزات، او ما يكون يعني يعتمد على التفكير او التبرير او يعني خلينا نقول انه التفسيرات الشخصيه. لا، ما نستخدم هذا الشيء، لكن هنا نستخدمه بشكل كبير. تمام، وبعدين نجي نفصل فيه. اللي هي انه طبعا تقول شيء عام، شيء كبير واسع، تمام، غير محدد. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال عشان يعني يتضح الصوره. يجيك المذر، الام تقول وير ار يو جوينج، وين بتروح؟ ولدها اللي هو التينيجر المراهق هذا وش يقول؟ اوت. هذه اجابه عامه، تمام، عامه جدا، هي اكيد انك بتروح اوت، لكن وين بتروح بالضبط؟ تمام، فهذه استخدام النوع من الكلمات هذا غير مفيد في النقاش لما تجي تحاول تضع يعني دبيت معين، جدال معين، نقاش معين، وتضع اسباب. يجب ان الاسباب تكون محدده واضحه، تمام. لذلك بعض الكلمات ترى يكون مثلا تكون فيج وتكون برضو اوفر جنرال، يعني لها خاصيتين. على العموم اللي يهمني انك تتجنب هذه الكلمات،
يعني تجنب الأشياء اللي ممكن لا تكون واضحة للشخص اللي قدامك، تمام؟ وإذا أنت قلت لك الكلمات هذه في النقاش أو في أي شيء، مهم جدا أنك تستوضح وتكون تسأل وش المعنى الدقيق لها، تمام؟ النوع الثالث من الأشياء اللي ممكن أو من خصائص الكلمات اللي تؤثر على الكلمات بشكل غير جيد وممكن تفقدها معناها أو ما تخلي النقاش أو المفهوم أو الجملة أو الشيء اللي أنت تبغى تقوله بشكل واضح، اللي هي الكلمات اللي هي الـ ambiguity. هذه بعض الأحيان نستخدم كلمتين لنفس الكلمة، مثلا لما تقول ستار نجم، هل المقصود فيه النجم اللي هو في السماء، ولا مثلا نجم مثلا في هوليوود، ولا نجم كورة، ولا إيش المقصود؟ هذه الكلمات اللي تستخدم لها أكثر من معنى وتستخدم بعض الأحيان بالتبادل، هذه كثير يستخدمونها في يعني في النكت وفي الطرائف، إنه يستخدم كلمة بدل كلمة أخرى، تمام؟ على العموم هذه من الكلمات اللي غير جيد إنك تستخدمها، إلا إذا حددت بالضبط وش اللي أنت تبغاه من هذه الكلمة. إذا مهم جدا إنه الكلمات اللي نستخدمها ما تكون فيج، ما تكون غامضة، ولا تكون أوفر جنرال، تكون عامة، ولا تحتمل أكثر من معنى. إذا كانت هذه في النقاش، فيجب عليك إنك يعني تحاول توضحها سواء للناس أو أنت إذا أحد بيقول لك إياها، إنك تستوضحها منهم، وهذا شيء مهم. طبعا مهم جدا إنه مهم جدا ان نعرف اهميه الدقه في اختيار الكلمات. حقيقه اذا انت فشلت في انك تعرف تيرم معين او مصطلح معين، يعني معناته انت غير قادر على انك تقنع الناس بالارجومنت حقك. ليه؟ لأنه إذا أنت والناس الآخرين كل واحد لديه مفهوم عن هذا الشيء اللي أنت تقوله، يعني أنت تناقش في شيء معين عندك مفهوم، مثلا أنت تناقش في خلينا نقول الفريدم اوف سبيتش، تمام، حرية التعبير، أنت تناقش عن حرية التعبير لكن بمفهوم مختلف عن الأشخاص اللي قدامك، يفهمون حرية التعبير بشيء آخر عنك، معناته في النهاية أنت لا تستطيع إقناعهم بالأشياء اللي أنت تبغاه، تمام؟ إذا مهم جدا إنك تكون دقيق أثناء التعبير، أثناء الحديث، أثناء الكتابة مع الآخرين. إذا أنت دخلت في نقاش مع شخص آخر، أيضا مهم جدا إنك تكون دقيق في، يعني تجبر هذا الشخص على إنه يستخدم كلمات ومصطلحات دقيقة حتى أنت وياه تكون على نفس المستوى من النقاش والفكر اللي تتحدثون عنه. طبعا بلا شك انه هذا شيء اساسي في اي عمليه argument انت بتدخل فيه. طبعا احنا يعني نقول الكلام هذا لانه كثير من الاشياء اللي نتعرض لها في حياتنا اليوميه اذا ما عرفت بشكل دقيق الشكل الصحيح، معناته ممكن يساء استخدامها، ممكن يساء استخدامها، يساء فهمها، يساء تطبيقها حتى عند الناس، تمام؟ وهذه مشكلة. يمكن في المثال اللي موجود في الكتاب حقيقة مثال ممتاز، وإن كان يعني في بعض الأشياء يبغى لها توضيح، لكنه مثال ممتاز. يقول لك يعني إنه الفايلنت موفي اللي هي الافلام اللي فيها عنف، افلام العنف، تمام؟ هذا منظمه في امريكا تقترح انه يكون فيه يعني التصنيف للافلام اللي فيها عنف، وانها ما تستخدم داخل المدارس، تمام؟ ايا كانت. طبعا جعل فقط المفهوم هذا عام ممكن يؤدي إلى مشاكل ثانية،
مثلا اعطانا مثال هنا انه الدرايفر اديوكيشن تيتشر اللي هو مدرس القياده، تمام، او تعليم القياده، ممكن يحاكم اذا حط مثلا مقطع فيديو عليه في اثر حوادث او فايلا بعد الحادث. ليه؟ لانه التعريف بالنسبه له هذا شيء مفيد في التعليم، انه يوري الناس النتائج اللي ممكن تحدث اذا انت ما قدت سيارتك بشكل صحيح واتبعت وسائل السلامة، لكن أنت خالفت القانون اللي هو يقول لك إنه ما يجب، إنه عدم يجب عدم استخدام الأفلام اللي فيها عنف، تمام؟ ففي كلا الحالتين أنت في مشكلة كبيرة، يعني يجب عليك إنك تعرف بشكل دقيق إيش الشيء اللي أنت تبغاه، تمام؟ إيش الشيء اللي أنت تبغاه بالضبط. بلا شك ان هذا يقودنا الى شيء مهم جدا اللي هو التعريف. كيف تعرف الكلام اللي انت بتستخدمه؟ زين، هناك تعريفات كثيره جدا، تعريفات كثيره جدا او اساليب كثيره من التعريفات. بلا شك انه استخدام نوعيه التعريف اللي بتستخدمه مع الناس اللي امامك شيء مهم جدا. ليه؟ لأنه لكل ناس، المستمع اللي أنت تتحدث معه أو القارئ اللي أنت بتوجه له كلامك أو كتابتك، مهم جدا أنك تعرف ثقافته. ليه؟ حتى تخاطبه بنفس المصطلحات اللي هو يستخدمها، حتى تكون أنت وياه يعني تشتركون في النقاط الأساسية لمحور الحديث، تمام؟ إذا أنت تحدثت مع ناس بكلام ما يفهمونه أعلى من مستواهم، معناته أنت وياهم لن تصلون إلى نقطة في النص مشتركة. إذا بلا شك أن نتيجة الحوار هذا اللي بيكون أو النقاش اللي بيتم بينكم بيكون نقاش عديم الفائدة، تمام، أو سيفتقد إلى كثير من الأشياء اللي المفروض أنها ما تكون يعني موجودة في، أو ستؤثر سلبا على سير النقاش والحوار اللي بينكم، وهذا شيء مهم جدا. إذا إحنا إن شاء الله بناخذ الآن نتعرف على أنواع مختلفة من التعاريف ومتى ممكن نستخدم كل واحد منها. طبعا الهدف الأساسي من هذا أنه ما هو فقط تستخدم تعريف واحد، لا، لكل مقام مقال. بعض الأحيان مهم جدا أنك تستخدم النوع هذا، مهم جدا أنك تستخدم النوع الثاني، مهم جدا أنك تستخدم الثالث، بعض الأحيان تستخدم الأول وبعدين تستخدم الثاني بعدين تستخدم الثالث. ليه؟ حسب الموقف اللي عندك. زي ما قلنا في بداية المادة أنه احنا بنحاول نتعلم المهارات، كل المهارات اللي تمكننا من أننا نؤدي أو نصل في النهاية إلى تفكير سليم يمكننا من اتخاذ القرار بشكل سليم إذا بني على نتائج جيدة، تمام؟ وهذا شيء مهم جدا، وهذا هو هدفنا في المادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم فيه. إذا بنبدأ ناخذ التعريفات أول بأول. أول واحد اللي هو الـ Stipulative Definition، وهذا التعريف الـ Stipulative Definition اللي هو أنت تعرف بنفسك، يعني يكون عندك مفهوم وتعرفه للشخص اللي يسمع منك المفهوم هذا. زي مثلا أعطانا مثال هو اللي هو بدي دمت، بدي اللي هو أصدقاء، يعني الناس اللي انت بتحذفهم، مثلا سله المهملات للناس اللي انت بتحذفهم، ولا الناس اللي انت بتشيلهم من الاصدقاء عندك، بتحط لهم صندوق مثلا او في علبه البريد عندك، او في بتحط لهم اسم وتحطهم هناك فيه، تمام. اذا هذا تعريف لك انت بالنسبه للبدي دمد هذا، تمام. وهذا شيء مهم في يعني انك يكون لك تعريف وتضعه للناس كلهم، تبين للناس وش التعريف حقك هذا، تمام. طبعا الـ Stipulative Definitions هذه ما نقدر نقول انها صح ولا هي بخطأ، يعني ما حد يقول لك لا تعريفك خاطئ او تعريفك صحيح،
لكن بطبيعة الحال مهم جدا أنك تضع التعريف الأكثر ملائمة للشيء اللي أنت تبغاه. طبعا بعض الأحيان الكتاب يعرفون التعريفات هذه بناء على التعريف اللي هو persuasive definition، اللي هو التعريف الإقناعي. تمام، أنت تحاول في هذا التعريف أنك تقنع الناس بشيء تريده أنت، يعني التعريف يساعدك، التعريف اللي أنت تضعه يساعدك في إقناع الناس بفكرتك حقيقة. طبعا هذا فيه نوع من التعريف العاطفي، تمام، ممكن نستخدم فيه أشياء عاطفية ممكن تؤثر على تفكير الناس، emotional appeals. ها طبعا هذه النوع من التعريف يستخدم بصفة عامة في السياسة وفي المواضيع الاجتماعية، لأنه يلامس مشاعر الناس بشكل مباشر. عندنا مثال جميل هنا حقيقة، الادفرتايزنج اللي هو الإعلان، is the mean by which companies، اللي هو يعني which the mean by which companies convince، تقنع unsuspecting، يعني اللي هم الكاستمرز الغير متوقعين to buy، انهم يشترون defective or unnecessary product. defective يعني قد تكون معيبة، او ال necessary product اللي هي ال products اللي هي المنتجات الغير ضرورية. هذا عرف الإعلان على أنه محاولة إقناع الشركات للعملاء الغير متوقعين أنهم يشترون منتجات قد تكون معيبة أو ما يحتاجونها. هذا التعريف تعريف فيه كثير من التعاطف، يعني يخلي الناس إذا بدأ يشوف إعلان يقولوا أكيد إن الإعلان هذا يحاول إنهم يبيعون لي إما سلعة ما هي كويسة، أو إنهم يحاولون أو إنهم يبيعون لي شيء أنا محتاجه. تمام، وهذا يضع انطباعات يعني سلبية في عقول الناس. تمام، هذا شيء مهم، التعريف هذا يستخدم بكثرة في محاولة إقناع الناس وينجح في فترات كثيرة، يعني كثير من الأحيان ينجح هذا الإعلان، عفوا، ينجح هذا النوع من التعريف في الأشياء العاطفية والأشياء الاجتماعية. لكن أنت كشخص في نقاش أو في جدال، انتبه من مثل هذه التعريف تنطلي عليك. تمام، أنت ممكن تستخدمها ممكن تستخدمها، لكن انتبه أنك تقع ضحية مثل هذه التعريف. تمام، النوع ايضا اللي هو الليكسيكال ديفينيشن، اللي هو التعريف المعجم او اللي بالقاموس زي القاموس. تمام، نعرفه اللي هو النوع اللي نعرف او نستخدم الكلمه تعرفها زي ما يعرف في القاموس. مثلا اعطانا التعريف هنا اللي هو البلو جينز، ار بانتس ميد اوف بلو دينم، اللي هو قماش ازرق. تمام، هذا البلو جينز، فعرفوا نفس الطريقه اللي يتم استخدام تعريف المعجم فيها او القواميس. تمام، هذا نوع ايضا تعريف استخدامه جيد، ممكن تستخدمه اثناء يعني الحديث مع شخص حول نقطة معينة. هناك ايضا تعريف اخر اللي هو البريسايزنج، الدقيق بدقة، ديفينيشن يعني بريسايز ديفينيشن، مرة دقيق، انك تستخدم يعني تستخدم كلمة وتعرفها لا بطريقة لا تسمح للآخرين انهم يفسرونها بمعاني مختلفة. ما عندك الا تفسير واحد وانت اللي يضع هذا التفسير. اعطانا مثال هنا مثلا الكلاس بارتيسيبيشن، اللي هو المشاركة في الفصل. مثلا لما يجيك عضو هيئة التدريس ويعطيك مثلا يوزع لك السيلبس حق المادة او توصيف المادة، ويقول لك يوزع الدرجات، ومن ضمن هذه الدرجات اللي هو الكلاس بارتيسيبيشن اللي هو مشاركة داخل الفصل. يجي يقول ايش؟ يفسر وش تعني هذا الشيء؟ means attending classes، انك تحضر، listening بكفاءة، الاجابة
وعلى الأسئلة اللي في الفصل، وأيضا تقديم أسئلة asking question، التفاعل في حلقة النقاش. إذا هو عرف لك الكلاس participation كاملة، ما خلى لك مجال والله تيجي تقول هل هذه فيها أو ما فيها. فهذا الريسايزنج بعض الأحيان مضطر إنك تضع، أو من الأفضل إنك تضع هذه التعريفات بدقة حتى ما يكون في تكهنات، ولا تسمح للآخرين إنه والله يكون هناك تفسير غير التفسير اللي أنت تسعى له من أو تهدف إليه في عملية إيصال فكرة معينة. طبعا هذه كانت أنواع التعاريف. حقيقة بعض الأحيان فيه عندنا أكثر من استراتيجية في استخدام التعاريف، تمام؟ وهذه الاستراتيجيات اللي ممكن نستخدمها في أنواع التعاريف أو في التعاريف اللي بنقولها للناس باختلاف أنواعها، هدفها أيضا هو التعريف بطريقة صحيحة، إنك تكون أنت والشخص اللي أمامك أو القارئ أو المستمع عارفين تتكلمون على إيش، يكون بينكم لغة مشتركة، تمام؟ لغة مشتركة غير قابلة للتأويل، ما يكون فيها نقص، ما يكون فيها زيادة، لأن هذا يساعدك في الوصول إلى الكونكلوجن بطريقة صحيحة. الاوستنسيف ديفينيشن هذا أول أنواع أو أول الاستراتيجيات اللي يمكن نستخدمها، والمقصود فيه طبعا أنه أنت يعني أنك تأشر أو أنك توري الشخص اللي أمامك وش هو هذا الشيء، تمام؟ مثلا لما تجي تقول مثلا door means this، مثلا وتأشر على الباب، door means this، وتأشر على الباب معناته هذا المقصود في الباب. لما تجي تقول والله car mean this، وتأشر على السيارة، معناته هذه سيارة. هذا يعني استراتيجية مهمة جدا في التعريف، خصوصا إذا تتكلم في مع ناس ما يعرفون الشيء اللي أنت تتكلم عنه في البداية، تمام؟ أنت عشان تحدد أرضية مشتركة بينك وبين الناس مهم جدا أنك يعني هذا نوع من أنواع الاستراتيجيات اللي تستخدم في التعريف، وهي شيء مفيد جدا. ممكن بعض الأحيان احنا نضع يعني زي هنا ممكن نضع رسم مثلا، تضع صورة، يعني عندك برزنتيشن مثلا، تمام؟ هذه أشياء مهمة عشان نستطيع فعلا أنك توصل إلى الهدف اللي أنت تبغاه بشكل صغير صحيح، عفوا. النوع الثاني أو الاستراتيجية الثانية اللي هي enumerative definitions، وهذه اللي هي إنك تبدأ تعدد أشياء مختلفة عشان توضح المعنى اللي أنت تبغاه. أعطانا مثال هنا وقال لك to define a river، النهر، you could mention the Nile، يعني النيل، المسيسيبي، التايمز، تمام؟ وتكمل. إذا هذه تقول هذه هو النهر، تعطي أمثلة، تمام؟ وتعدد أكثر من مثال على هذا التعريف اللي أنت وضعته، وهذه أيضا استراتيجية ممتازة تفيدك في التعريف، ممكن تستخدمها عشان توصل الفكرة بشكل جيد للشخص اللي أمامك. النوع الآخر اللي هو definition by subclass، اللي هو أنك تضع subclass اللي هو الفرعي، الشيء الفرعي، تمام؟ من الشيء الرئيسي، تمام؟ مثلا أعطانا هنا المامل، الثدييات، means gorilla horse lion whale وهلم جرة، تمام؟ هذه هو بدأ يعرف الآن الثدييات، هو بدأ يعطيك الشيء الفرعي اللي يندرج منها تحت هذا التعريف حقك، تمام؟
يعني وش الثدييات، بدأ يفرق يعطيك السب كلاس حقها، ايش الاشياء اللي تحتها اللي تندرج تنطوي او ترجع الى التعريف هذا، عكس قبل شوي الريفر يوم قال الريفر وقلنا النايل وقلنا النيل عفوا او المسيسيبي، ولا هذه وش هي؟ هذه صفر النهر، ما هي فرعيه من النهر. لكن هنا هذه الحيوانات فرعيه من الثدييات. ممكن تعرف بالطريقه هذه، ممكن تعرف بالطريقه يعني استراتيجيه، ممكن تستخدم اكثر من استراتيجيه، ما في مشكله. في النهايه انت هدفك الرئيسي ان المعلومه تصل بشكل صحيح للشخص اللي امامك. اذا استخدمت اي طريقه، طريقه صحيحه خير وبركه، ما هي مشكله، لكن دائما ركز على الهدف الاساسي ان المعلومه تصل بشكل صحيح للشخص اللي انت تتناقش معه او تتحاور معه في شيء معين. Etymological definitions اللي هو المشتق، الاشتقاق، التعريفات اللي لها اصل، نشتقها، مشتقاتها، اصل الكلمه من وين. وهذا ايضا يعني كثير من القواميس الجيده تحط المشتقات، اصل الكلمه وش هي، تمام، اصل الكلمه من وين جت. هذا ايضا بعض الاحيان ممكن تستخدمه اذا كانت تستخدم كلمات جديده او تستخدم مصطلحات جديده، مثلا زي مثلا اعطانا مثال هنا ممتاز الاوتوموبيل، تمام، قال جت من شيئين، من جريك اوتوس اللي هي تعني سيلف، تمام، اللي هي بنفسها، واتت ايضا من فرنش موبايل اللي هو ايضا لها معنى في اللاتينيه وتعني موف، تمام، فالاوتوموبيل معناها سيلف موفينج، تمام، يعني تتحرك بنفسها، اللي هي الاوتوموبيل اللي هي مثلا السيارات، تمام. اذا هو عرفها، رجع لاصل الكلمات، وحنا يمكن في اللغه العربيه اذا اشكل علينا شيء نرجع الكلمه الى اصلها، ويقولون اصلها مثلا ناخذ اصل الكلمه اللي هو 3 حروف من الكلمه عشان نبين معناها للشخص اللي امامنا مثلا، او من وين جت الكلمه هذه. جت والله اصلها جت من مثلا من الغرب ومعناها كذا، يعني من الانجليزي، اللغه الانجليزيه ومعناها كذا كذا، او من اللغه الفارسيه او من اللغه التركيه او من اللغه اللي، ونبدا نضع اصول لهذه الكلمه عشان تبين للناس من وين جت. تمام. السينونيم ديفينيشنز اللي هو المرادفات، وهذه ايضا طريقه ممتازه جدا لايضاح المعنى اللي انت تبغاه. قد تكون يعني طريقه سهله ولكنها مهمة في إيصال المعاني بشكل صحيح للمستمع لك حقيقة. ما هي صعبة، ومن أسهل الأشياء اللي ممكن يستخدمها الشخص إذا كان نستخدمها متى؟ إذا كان والله لدينا أشخاص الفوكاب حقهم مثلا او الحصيله اللغويه اللي تتكلم معهم فيها قليله، تمام، فانت ممكن تستخدم مرادفات حتى تبين للناس ايش تقصد بهذا الشيء اللي انت تبغاه. مثلا عندنا مثال هنا loquacious means تكاتف، يعني ثرثار، هي نفس المعنى، تمام. deleterious mean harmful، يعني ضار، تمام. فأنت لما تجي تقول الكلمة وتجيب معناها بشيء معروف عند الناس، ممكن تضع قاعدة مشتركة بينك وبين الناس، تبين لهم وش الشيء اللي أنت تتكلم فيه عشان يكون عندهم نفس المنطلق، وتستطيع أنت وياهم أنكم تصلوا إلى نقطة يعني جيدة في النقاش. إذا مهم جدا هذا أيضا الأسلوب، وحقيقة يعني من الأساليب الجيدة اللي ممكن تستخدمه مع الناس اللي ما عندهم خزينة، يعني خزينة لغوية كبيرة،
أو الناس اللي مستواهم الثقافي أو المعرفي قليل محدود، فممكن تستخدم معهم كلمات بسيطة تسهلهم عليها عشان شيء يفهمونه هم، عشان تستطيع أنت وياهم يعني يكون بينكم قاعدة مشتركة وتنطلقون منها. النوع لو الاستراتيجية الأخرى اللي هو definition by genus and differences، اللي هو النوع أو الجنس، تمام، تفرق بين الناس بناء على باختلاف النوع، تمام. حقيقة ممكن نضع هذا شيئين في نفس الشيء، تمام، وهذا يساعدك في إنك تعرف نقطة معينة للمستمع أو القارئ بطريقتين مختلفة، يعني تضع له شيئين عشان يستطيع التفريق ويفهم بشكل أفضل. أعطانا مثلا هنا مثال، والمثال حقيقة ممتاز. الباك ميز ميل دير، الباك اللي هو الغزال هذه الوعل، تمام، ميز ميل دير اللي هو ذكر الغزال، تمام. طبعا هو هنا حط الجنرال كلاس اللي هو الجنس الاساسي اللي هو البكس بيلانج، تمام، اللي هو الدير، يعني البكس هذا تنتمي ليش الى الدير، تمام، هذا الشيء الرئيسي. وبعدين جاء وضع فرق بينها وبين بقية الانواع من الدير من الغزلان بانها الذكر منها، ليس الانثى، ليس مثلا الصغير، وضع خاصية معينة عشان يبين وش يقصد بهذا المصطلح، تمام. هذا شيء ممتاز. إذا هذه نوع من أنواع الاستراتيجيات. إذا ممكن إنك تمزج أكثر من استراتيجية، ترى ما يمنع، يعني وجود هذه كلها شيء مفيد إنك تستخدم أكثر من استراتيجية إذا اضطريت الكلام هذا، عشان أنت المعنى الأساسي للكلمة اللي أنت تبغاها أو الشيء اللي تبغى تصل له يصل بوضوح. ممكن تستخدم أكثر من تكنيك، أكثر من طريقة، وكلها مفيدة. كل ما سهلت واستخدمت لغة سهلة في أثناء النقاشات، أنا أتكلم عن النقاشات الحين، نتكلم عن النقاشات، كل ما استخدمت لغة سهلة، كل ما استطعت أنك تقنع الآخرين بشكل أفضل، كل ما استطعت أنك تصل إلى النتيجة الختامية أو الكونكلوجن بشكل صحيح وسهل، كل ما اقتنع الناس في فكرتك اللي أنت تبغاها، اللي أنت تروج لها القراءة. لأن بعض الأحيان أنت تحتاج أنك مثلا كمدير تحتاج أنك تستحصل على قرار مثلا في اجتماع بالتصويت، مهم جدا أنك تقنع الناس بالفكرة بطريقة صحيحة ومتسلسلة، وتضع تعريفات بسيطة حتى الناس يستعبون الكلام اللي أنت تقوله، ممكن يوافقون لك، يدعمونك في القرار اللي أنت تبغاه هذا. إذا هذه أشياء مهمة جدا يجب أن ننتبه لها أثناء النقاش، وأثناء استخدام مصطلحات جديدة أو تعريف أشياء جديدة أو الحديث عن أشياء قد ما تكون بينك وبين الناس فيها أرضية مشتركة مختلفين عليها، تمام. عندنا هنا قواعد مهمة جدا في لبناء construct good lexical definitions، لبناء تعريفات مع يعني خلينا نقول معجمية صحيحة، أو يعني يصير تعريفك اللي تستخدمه زي تعريف المعاجم والقواميس، تعريف دقيق واضح صريح، ما في مجال إنه الشخص اللي أمامك يأوله أو يفسره بناء على ما يشتهيه هو. هذا الهدف الأساسي أصلا من تعريفنا حنا لشيء نبغاه، الهدف من التعريفات هذه إنه ما نترك مجال للآخرين أن يفسرون كلامنا على شيء احنا ما نعنيه أصلا أو ما نقصده، تمام. أول شيء، أول قاعدة مهمة جدا عشان نصل إلى هذا المستوى من أثناء ممارستنا للاستراتيجيات اللي تكلمنا عنها واستخدام الأنواع المختلفة من التعريف، أول شيء، أول قاعدة، convey the essential meaning،
of the world being defined. حاول انك يعني تعبر عن المعنى الاساسي الاسنشال الاساسي للشيء اللي انت تتحدث عنه تعرفه. تمام، انتبه انك يعني تضع تعريفات قد تنطبق بعض الاحيان لكنها قد ما لا تركز على الشيء الرئيسي في التعريف. تمام، ما تصيب الهدف بشكل دقيق. تمام، وهذه نقطة أساسية. بعض الأحيان في التعريفات يعني أنا دائما أشوف أنه من المهم جدا أنك في أي نقاش انتبه من أنك تستخدم الفلسفة اللغوية أو تستخدم مصطلحات يعني الناس غير مجمعين عليها. تمام، أو الناس يجهلونها، أو مصطلحات فيها نوع من إبراز القوة اللغوية. هذا شيء ما هو جيد في النقاشات. حاول تستخدم لغة بسيطة جدا، وإذا فسرت أي معنى أو تكلمت مع شخص حول معنى شيء معين حاول تستخدم أبسط لغة ممكنة، لأن أبسط لغة ممكنة تمكنك من أنك تصل إلى هدفك الرئيسي بشكل مباشر. مثلا لما واحد يجي يعرف الهورس الحصان، أعطانا مثال مثلا هنا أنه عرف بالطريقة التالية: The animal ridden by Napoleon during the Battle of Waterloo. الحيوان اللي كان يمتطيه نابليون في موقعته في حرب الوترلو. تمام، هذا تعريف صحيح، كلام صحيح، هو اللي كان الحيوان اللي كان يمتطيه نابليون هو الحصان. لكن هل هذا تعريف ممكن تقنع الناس فيه أو تفهمهم وش الحصان؟ لا، هذا تعريف ما هو دقيق ولا وصل الرسالة الحقيقية للمعنى الحصان اللي فعلا احنا نبغى نصل له. تمام، حتى وإن كنت جبت شيء يعني منطقي وصحيح علميا، لكنك أنت ما وصلته بالطريقة الصحيحة. ما هو بهذا الهدف، ما هو بالهدف أنك والله تضع عوائق بينك وبين الناس. الهدف من التعريف دائما أنك تزيح العوائق بينك وبين الناس خلال المحادثة. عشان كذا أي تعريف لأي مصطلح لأي شيء وصله بطريقة مباشرة، واستخدم الشيء الأساسي فيه، ولا تضع أشياء قد لا تكون الناس يعني أنتم الناس كلكم متفقين عليها، وهذا شيء مهم جدا. الشيء الثاني provide the context of ambiguous words. تمام، for ambiguous words. مثلا الكلمات الامبيجوس قلناها اللي هي ايش، الكلمات الامبيجوس اللي هي الكلمات اللي لها اكثر من معنى يختلف معناها باختلاف استخدامها. تمام، فانت مهم جدا انك تعرف الكلمه اللي انت تبغاها اصلا. تمام، يعني اعطانا هنا مثال ووك مثلا، وقال انه في البيسبول، في لعبه البيسبول لها تعريف غير الووك اللي هو المشي لما تمشي انت في الحديقه. تمام، مثلا عندنا في اللغه العربيه مثلا كلمه عين، عين في اللغه العربيه اللي هي العين اللي نشوف بها. تمام، العين عين الماء اللي فيها مويه ممكن ناخذها ونشربها، هذا عين. ايضا العين في القوم اللي هو الجاسوس. تمام، ترس العين في اوكي ممكن، وعين القوم ايضا تجي بمعنى سيد القوم. اذا هذه كلها تعاريف، فانت لما تستخدم مثلا عين في اي يجب انك وتعرف وش العين اللي انت تقصد فيها بالضبط. تمام، اذا كانت خارج السياق او ممكن تفهم باكثر من طريقه. فمهم جدا انك نستخدم المعنى او نوضح المعنى الحقيقي اللي احنا نبغاه من استخدام هذه الكلمه. تمام، عشان نقنع اللي امامنا بفكرتنا يجب أن يكون عارف وش الشيء اللي احنا نتكلم عنه. ما تتكلم عن شيء وهو يمكن يقصد شيء آخر ويرفض معك أو يرفض فكرتك. ليش؟ لأنه فاهم الكلمة اللي أنت تتكلم عنها بمصطلح آخر، وطبيعي جدا أنه
يمكن ما يتفق معك. ليش؟ لأنه أنتم مختلفين أصلا على المعنى الأساسي، هو يتكلم في شيء وأنت في شيء آخر، وهذه نقطة مهمة. أيضا من القواعد المهمة تجنب slanted definitions اللي هي حقيقة فيها نوع من التحيز في الكلام، يعني أنت تطلب شيء في الكلام بطريقة متحيزة، تمام؟ تطلب شيء في الكلام بس بطريقة متحيزة. بعض الأحيان الطريقة المتحيزة هذه قد يكون فيها نوع من السخرية، ها؟ فيها نوع من السخرية، وهذه يعني ما هي جيدة. يعني في مثال يعني في الكتاب تكلموا عن شخص اللي هو ويلسون، عرف الكونسيرفاتيفز اللي هم المحافظين على انهم ايش؟ A man who sits and thinks mostly sits، تمام؟ اللي الشخص اللي المحافظين ذولا اللي هو الشخص اللي يجلس ويفكر، لكن اكثر شيء يجلس، يعني انه ما يفكر، تمام؟ مثل استخدام الكلمات هذه ممكن تنفعك في بعض الاحيان، لكنها يعني ما يعني ممكن تكسب تعاطف الناس معك، او خلينا نقول ان الناس تضحكهم، وممكن يعني تكسبهم في صفك لفتره مؤقته، لكنك لا تستطيع انك تكسب ديبيت ولا نقاش كامل ولا جدال في نقطه معينه وانت تضحك على الناس بس. اذا ما قنعت الناس بافكارك ما يكون غير جيد، ما حد بيسمع لك، بيضحكون معك لكنه لن يقتنع بفكرتك اللي انت بتقولها. هذا يستخدمونه السياسيين، البوليتكس دول يستخدمونه كثير. ايضا الاعلاميين ممكن يستخدمونه كثير، يحاولوا انه يسقط على الاخر بطريقه يعني فيها نوع من التهكم، لكن ما الشخص الهادي اللي واثق من نفسه ويرد على النقاط الاساسيه بشكل جيد هو اللي في النهايه يكسب النقاش هذا او الحوار اللي موجود، تمام؟ لذلك ركز دائما انك ما تستخدم مثل هذه اللغة، لا تستخدمها، تمام؟ غير مفيدة في النقاشات. طيب ايضا حاول انك تتجنب الفيجريتيف ديفينيشنز اللي هي ديفينيشنز اللي ما فيها نوع من انواع خلينا نقول التعميم الغير جيد بالاسقاطات، تمام؟ لا تحاول انك تسقط على في التعاريف او في استخدام الكلمات، تمام؟ مثلا اعطانا مثال هنا، الادفرتايزنج مينز ليجلايزد لاينج، انك اذا انت سمع الاعلان هذا هو عباره عن فقط انه كذب له قانون او مقنن، كذب مقنن، هذا كلام غير صحيح، تمام؟ ومثل الاستخدام هذه ممكن مفيده في الطرفة في النكتة، لكنها غير مفيدة في النقاشات وفي الجدالات. طبعا إذا قلنا جدال ما هو معناته اللي هو الديبيت، ما هو معناته جدال بدون فائدة، لا، خلينا نقول حوارات، الحوارات اللي تتم أو النقاشات اللي تتم، تمام؟ فهذه يمكن ما لها يعني فائدة كبيرة، تجنبها لأنها ما تفيدك. احنا دائما نحاول نكون نقاشنا وحديثنا دائما حديث جيد وخالي من العيوب اللي ممكن تؤثر فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. أيضا النقطة مهمة جدا، نقطة اللي هو المبالغة في الغموض، تمام؟ تجنبها، انك ابسكيورز هذه،
انتبه منها. الابسكيور ديفينيشن اللي هي التعاريف الغامضه، اللي مثلا لو اعطانا، لو قرينا التعريف اللي هنا اللي هو تعريف الماوس، وش هو الماوس؟ اخذ يتكلم عن الماوس بطريقه علميه بحته للناس اللي بس اهل الاحياء اللي يستخدمون التعريف هذا، لكن اي واحد ثاني ما تخصه احياء ما يعرف والله وش يقول هذا التعريف. كلها مصطلحات علميه بحته ليس لها علاقه بالواقع العملي وما تفيد الشخص اللي بيقراها. تمام؟ فممكن التعريفات هذه اصلا تسوي كونفيوزنج عند الناس ما تفيدهم. تمام؟ فانت دائما لا تستخدم لغه غير مشتركه مع الناس، انت تتكلم مع ناس مختصين استخدم اللغه المختصه، تتكلم مع عامه الناس استخدم اللغه اللي يفهمها الجميع. ايضا avoid circular definitions اللي هي ايش؟ اللي يعني تعيد ما لها فائده. ها اعطيكم مثال، اعطانا مثال هنا مثلا الجامبلر means someone who gambles، الشخص المقامر هو الشخص اللي يقامر. طيب اكيد وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ها انتبه انتو geologist means someone who engage in the science of ontogeology entomology. نفس الشيء نفس الشيء، انتبه من انك تقع ضحية لهذا التعريفات. لهذا تجنب التعريفات اللي لا تقدم شيء، يجب انك تكون واضح وتعريفك يخلو من هذه العيوب الرئيسية اللي تخل في المعنى الرئيسي للحديث اللي انت تبغى او الفكره اللي انت تبغى توصلها. في نهايه المحاضره هذه نبغى نلخص الشيء اللي تعرضنا له او اللي تحدثناه في خلال هذه المحاضره عشان ان شاء الله تعم الفائده، ولانه الحديث كان طويل فنبغى نلخص ان شاء الله في سريع في سلايدات سريعه كذا ايش الشيء اللي احنا تكلمنا له. حقيقه احنا تكلمنا وقلنا انه failing to be precise can lead to miscommunication، عدم نجاحك او فشلك في انك تكون دقيق هذا يؤدي الى ضعف في التواصل وعدم القدره على التواصل الفعال، وهذه شيء قد يؤدي بنا الى النتيجه الحتميه انه النقاش او اذا فشل الاتصال معناته القرار في النهايه سيكون ايضا غير جيد. طبعا تكلمنا عن الفيك ووردز اللي هي اللي عندها معاني فازي وما هي دقيقه ان اكزاكت، فيها معاني غير واضحه. تمام؟ ايضا قلنا انه الاوفر جنراليتي تحدث اللي هي العموميه والتعميم بشكل كبير في اللغه اذا انت كان الحدود جدا واسعه. تمام؟ وغير محدده عن سبيسيفيك. تمام؟ الامبيجوس ووردز اللي هي الكلمات اللي لها اكثر من او تحمل اكثر من معنى، هذه امبيجوس نسميها امبيجوس وورد. هذه كلها تؤدي بالمستمع او بالقارئ الى يعني انه ما يفهمك. تمام؟ وغالبا يؤدي الى حدوث مشكله اثناء التواصل، الى حدوث مشكله اثناء التواصل. هذا اول يعني الاشياء المهمه اللي درسناها اليوم. الشيء الثاني الجود argument will depend on the precise definition of words، وهذه نقطة مهمة. حقيقة التعريف الدقيق منك يساعد على وصول المعنى بشكل صحيح. أيضا تعريفك لمصطلحات الآخرين وأنت تناقش، قل أنت إذا قال كلمة قل هل تقصد فيها كذا كذا كذا، التعريف الدقيق هذا يمكنك من انك تصل مع الطرف الاخر الى شيء مشترك
غير قابل للتأويل، وبالتالي النتيجة الحتمية بتكون صحيحة. أيضا التعريف اللي حنا نبغاه ما نبغاه يكون واسع مرة يشمل كل شيء، ولا نبغاه يكون ضيق جدا ما يكون عندك يعني ما يشمل الأشياء الأخرى في اللي لها علاقة مباشرة في موضوع اللي أنت تتكلم عنه. إذا يجب أن التعريف اللي تقوله يكون تعريف خلينا نقول محدد، لا هو واسع ولا هو يعني ولا هو أيضا ضيق إلى درجة أنه ما يكون فيه أو أنه يستثني أشياء من اللي المفروض تشمل في التعريف. جينا تكلمنا عن أنواع التعريف، وش ممكن تكون أنواع التعريف اللي هي ممكن تكون stipulative اللي هي ال words mean to is meaning is determined by the writer. أنت بنفسك تعرفها لأنه ما لها تعريف سابق، أنت بنفسك تعرف التعريف هذا الشيء اللي أنت تقصده من الكلمة هذه. في النوع الثاني من أنواع التعريف اللي هو ال persuasive اللي هو الإقناعي، اللي هو أنت تبغى تقنع الناس بطريقة مختلفة بطريقة معينة، فتحاول أنك تستخدم العواطف أو تتوجه أو توجه المعنى بطريقة ممكن أنها تؤثر فيهم في اتخاذ القرار في النهاية. النوع الثالث اللي هو الليكسيكال، اللي هو أن نعرف الكلمة زي ما تستخدم عموما، وهذا غالبا في زي تعريفاتها في القواميس، تمام. والبريسايزنج اللي هو انه الكلمه اللي فيها او الغامضه تكون واضحه وتعطى تعريف واضح ودقيق. هذه انواع التعاريف اللي احنا تكلمنا عنها في هذه الشيء الاخير اللي تكلمنا عنه اللي هو انه الرايتر مايت بروفايد كونكريت اكزامبل اوف وات از ات مينت باي ذا وورد باي بوينتينج تو اوبجكت، يعني انك ممكن تستخدم بالتاشير مثلا على شيء معين عشان تعرفه، اللي هي قلنا الاستنسف ديفينيشن، اور باي ليستنج ممبرز اوف ذا كلاس، يعني انك تذكر لسته بالشيء اللي انت تتكلم عنه اللي هو النيوميريتيف definition، أو by indicating what subclasses the word contains اللي هو أنك تضع الأشياء اللي الفرعية من الكلمة اللي أنت تتكلم عنها، تمام. أو ممكن أنك تقول تاريخ الكلمة، ممكن أيضا أنك تستخدم مرادفات للتعريفات أو الكلمة هذه، وهذا شيء مهم جدا ممكن يفيدك، تمام. ايضا ممكن تستخدم الجينوس والجينس والديفرنسز اللي هي النوع والاختلافات في التعريف عندك، ربط شيء معين في خصائص شيء معينة عشان تفرق بينه وبين شيء آخر، وهذا شيء ايضا مهم جدا في عملية التعريف. كان هذا شيء في هذا اليوم. أتمنى أن تكون المحاضرة محاضرة مفيدة وتكون استفدت منها وأضفت لكم الشيء الجديد. هذه المحاضرة امتداد للمحاضرات السابقة اللي تكلمنا فيها عن التفكير الناقد وكيف وش هي أنواع الحوارات والنقاشات الاستنتاجية والاستقرائية، وبدينا ندخل في التفاصيل وتكلمنا عن استخدام اللغة في هذه المحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله أيضا نتكلم فيها عن بعض الاستخدامات الخاطئة للغة اللي قد تؤثر على الحديث مع الآخرين. طبعا الموضوع كله مترابط من أول محاضرة إلى آخر محاضرة، وهدفنا منه
دائما هو تنمية المهارات لديك. المهارات هذه تكتسبها بإن شاء الله محاضرة محاضرة. أي شيء تعلمته اليوم سيضيف لك إن شاء الله، حاول تبدأ تمارسه وتطبقه في حياتك اليومية. لا نتوقع أنك في يوم وليلة تصير critical thinker، لكن احنا نتوقع أنك إن شاء الله باكتساب هذه المعارف المتتالية تبدأ تكون معرفة. من المهم جدا أنك تبدأ من الآن، إذا سمعت حوار أو نقاش في سواء في التلفزيون، في السياسة، في أو قرأت مقال أو شيء، أنك تبدأ تشوف الأشياء هذه كيف الناس يستخدمونها في الواقع العملي، وهل لها يعني تأثير عليك، كيف، وش الأشياء اللي كانت إيجابية في الشيء اللي أنت قريته ولا سمعته، وش الأشياء اللي كانت سلبية. لأنه من خلال ملاحظتك للأشياء اللي تدور حولك أنت تستطيع أنك تتكون فكرة وتربط الأشياء اللي حنا نقولها في المحاضرة هنا بالواقع العملي، وتشوف البيست براكتسز، أفضل الممارسات لاستخدام شيء معين، وتشوف وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع، وليش هذا نجح في استخدامه طريقة معينة وهذا ليش ما نجح في استخدامه طريقة معينة. النقاشات هذه مفيدة جدا في تنمية طرق الحوار وزيادة الوعي والتفكير. سعدت بكم يا شباب في محاضرة اليوم، أتمنى لكم الله التوفيق، نشوفكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.